هنتكلم دلوقتي على الدور الأخير. احنا كده خلصنا جزء السوليد سلاب. احنا المبنى مكون من 3 أشكال بلاطات. أول دور كان سوليد سلاب، خدنا السوليد سلاب صممناها وخدنا الكمرات بتاعتها وخلصناها، كانت مذكرة واحد شابتر واحد شابتر اتنين. الدور التاني والتالت والرابع كان هولو بلوك سلاب اللي هو شابتر 3، خدنا الهولو بلوك سلاب صممناها وكان في جزء سوليد سلاب بره خدناه مينيمم، خلصنا الهولو بلوك سلاب. الدور الاخير اللي هو الدور الخامس في المشروع بتاعنا هو بانل دي بيم سلاب. هنتعرف ازاي نتعامل مع البانل دي بيم سلاب. بعد كده هنتكلم زي ما اتفقنا على لو انت عندك في دور لقيت فيه جزء سوليد جزء هولو بلوك جزء بانل دي بيم سلاب، اكتر من حاجه مع بعض، ازاي تتعامل بيها او ازاي تحلها. طيب تعال نبص على البلان بتاعنا. لو فاكرين في السوليد سلاب كانت دي باكيه 2 3 4 5 6، كان بالمنظر ده 8 باكيات، وكان في عندي كانتليفر. ما علينا بالكانتليفر، بص على الباكيات اللي جوه، كان في عندك اعمده، فكانت الباكيه مساحتها صغيره 4 متر في 4 متر، قلنا لحد كام؟ 25 متر مربع. فانا شغال سوليد سلاب مساحات صغيره، فاشتغلت دي سوليد 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 بالشكل ده. طبعا ميزه للسوليد سلاب بالاضافه للميزه اللي هي الاساسيه ان هي تخاناتها صغيره من 5 ل 10 سم، من 10 ل 15 سم، تخانات صغيره للبلاطه، فكميه خرسانه قليله، وتسليح طبقه حديد واحده فكميه حديد قليله، فاقتصاديا كويسه جدا. ميزة تانية وجود الكاميرات. وجود الكاميرات حقيقة ليه ميزة من ناحية اللاترال لودز. اللاترال لودز يعني القوة الأفقية، أي مبنى إحنا بنصممه على مين لود. مين لود اللي هو أحمال أساسية، ديد لود ولايف لود، دي الأحمال الأساسية اللي عندي اللي هي الأحمال الرأسية. في سكندري لود زي الزلازل والرياح، الأحمال دي. طيب الأحمال دي لما تيجي تأثر على أي منشأ بتتقاوم عن طريق عناصر اللي هي الشير وول والكور، دي هنتكلم فيها السنين اللي جايه. لكن في حاله ان انت كنت شغال ببلاطه فيها كمرات اللي هي السوليد سلاب، الكمرات دي بتربط الاعمده مع بعض، فبتحسن من مقاومه المبنى او من سلوك المبنى تحت تاثير الاحمال الافقيه اللاترال لودز. طيب دي نقطة مهمة للسوليد سلاب. طيب أنا جيت في مبنى لقيت إن المساحة بتاعتي كانت أكتر، زي ما رحت جاي خليت ده هولو وده هولو، ورحت جاي الباكية دي شلت العمود اللي في النص، فاضطريت إن المساحة أكتر، فاضطريت إن أنا أشتغل هولو بلوك سلاب. طيب لقيت إن المساحة أكتر كمان، يعني مثلا مدرج أو مساحة، مثلا طبعا المدرج بيتعمل فريمات لأن هو بيبقى مساحة أكتر من كده كمان. لقيت مثلا المبنى بتاعك هيبقى قاعة تدريسية كبيرة أو مثلا قاعة سينما أو أيا كان، فالمساحة دي كلها غير مسموح إن يكون في أعمدة في النص. طيب إيه الحل اللي قدامك؟ الحل اللي قدامي إن أنا أشتغل، أو ممكن يتعمل في المساجد، معظم المساجد بتلاقيها بانل دي بيم سلاب. الحل اللي قدامي إن أنا أعمل بانل دي بيم سلاب، مش مسموح بوجود أعمدة جوه، فهعمل حاجة اسمها الكاميرات المتقاطعة. طيب يعني إيه الكاميرات المتقاطعة؟ يعني هعمل كاميرات في الاكس وكاميرات في الواي هيشيلوا البلاطه. طيب لما اجي ارسم الكاميرا هتروح راسمها ازاي؟ هبدا اقسم، شايف 4 5 4 ونص، ده كده تقريبا كام؟ 4 ونص دي كمان، ده كده تقريبا 14 متر، وده 4 4 3 11 متر. 14 متر في 11 متر ده المساحه اللي عندنا. هبدا اقسمها، ممكن تقسمها بالتساوي او انا هقسمها على الاعمده، انا هحط كاميرا متشال على العمود ده للعمود ده، من العمود ده للعمود ده. في ناس عندكم هتلاقي ان المشروع بتاعها متقسم وفي ناس مش متقسم. اللي مش متقسم هيخلي الكاميرا من العمود للعمود. هيقسمها ازاي بالشكل ده؟ يبدا يرسم كاميرا هنا، كاميرا بالشكل ده من هنا لهنا، دي كده الكاميرا الاولانيه، واجي ارسم كاميرا تانية بالشكل ده. طيب انا الكاميرا بتاعتي دلوقتي ايه مشكلتها؟ الكاميرات طبعا كنا متفقين لما خدنا جزء الكاميرات اللي هي في السوليد سلاب، السبان بتاعك في الطبيعي ما يزيدش عن 6 متر، خلي الكاميرا سبان 6 متر. ليه؟ لان كل ما السبان زاد كل ما الديفليكشن بيزيد، فعايز تخانه كبيره، فوزن بيزيد، فمومنت بيزيد، فاريا ستيل بيزيد. وانت عندك كاميرا بالمنظر ده مستحيل تقدر تنفذها، كاميرا كبيره جدا. ليه؟ لان السبان بتاعها 11 متر، ولو عملت واحده ثانيه 14 متر. طيب ايه الحل؟ ان انا هعمل كاميرا عموديه. طب لما اجي اعمل كاميرا عموديه ممكن واحد يروح جاي يرسمها بالشكل ده، ادي الكاميرا العموديه بالشكل ده كده. برضه نفس الطريقه خدتها من العمود للعمود. ده كده ايه الكاميرا العموديه بتاعتي.
طيب الرسمه اللي انا عاملها دي تفسيرها ايه؟ تفسيرها ان انت دي كاميرا اساسيه ودي كاميرا ثانويه متشاله على الكاميرا ايه الاساسيه، يبقى ده مين بيم وده ايه سكندري بيم، لكن ده كده ايه الحاجه العاديه او دي الطريقه العاديه اللي احنا شغالين فيها السوليد سلاب، كنت بعمل كاميرات اساسيه وكاميرات ثانويه. لا انا عايز اشتغل بطريقه جديده اللي هي اسمها البانلد بيمز، الكاميرات المتقاطعه، البانل بيمز او السلاب السبورتد على البانل بيمز. طيب ازاي افرق البانل بيمز عن الطريقه العاديه؟ عن طريق ان انت بتخلي المنطقه دي ايه مفرغه، خليتها بالشكل ده، ونفس الكلام المنطقه دي هروح جاي مفرغها بالشكل ده، ونفس الكلام هنا، ونفس الكلام هنا، فبقت منطقه الاتصال بتلاقيها جايه لك بالشكل ده كده كده بالمنظر ده كده، دي منطقة الاتصال نفسها هنا ونفسها ايه الناحية دي. طيب معنى الحركة دي ايه؟ معنى الحركة دي ان مفيش حد شايل التاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي، تعالى ناخد الكاميرا دي 11 متر وواحدة تانية ايه 11 متر، ادي كده كاميرا 11 متر، وادي في كاميرا تانية عمودية عليها هنا دي 14 متر، وادي عمودية عليها 14 متر. معنى كده ان هم كلهم بيتعاملوا كشبكة، يعني لما تيجي الاحمال مش دي لوحدها هتنزل، لا دي مع دي هتنزل، فلما دي تيجي تنزل ايه اللي هيحصل؟ دي كأنها الاستيك سبورت ليها، فبتقلل لها ايه الديفليكشن، الكاميرا دي هتبقى متصلة بيها، هما الاثنين هينزلوا مع بعض، فبدل ما كاميرا واحدة ديفليكشن بتاعها عالي، لما اعمل الكاميرتين مرتبطين مع بعض ينزلوا مرة واحدة، فهتلاقي ان الديفليكشن قل، فعن طريق ان هي ايه كأنها شبكة، كأنها شبكة متقاطعة بينزلوا هما الاثنين مع بعض، فبقلل عن طريق كده الديفليكشن، فبالتالي لما الديفليكشن يقل بلاقي ان العزوم كمان ايه كمان هتقل. يبقى هي دي فكرة البانل بيمز اللي عندي. طيب كبانل بيمز ايه المكونات اللي عندك؟ مكونات سقف، سقف انا همشي عليه، السقف اللي انت هتمشي عليه تقسم كام باكية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 بلاطات. كل بلاطة يا اما هتكون سوليد سلاب يا اما هولو بلوك سلاب. طيب مسافات التقسيمه اللي احنا مقسمينها هي اللي هتحدد لي باكيه زي دي باكيه صغيره، فالباكيه الصغيره دي 4.5 في 4 خليها سوليد، دي خليها سوليد سوليد، يبقى البواكي كلها انا قسمت تقسيمه بحيث ان البلاطات تبقى مالها تبقى سوليد سلاب. طيب انا كده حددت البلاط. طيب تعالى نتكلم عن المكونات. هبدا اقول ده كده باكيه داخليه بنسميها انترنال بانل، باكيه خارجيه اسمها اكسترنال بانل، باكيا كورنر اسمها كورنر بانل. هبدا اقول ده كده السلاب اللي انا اخترتها السوليد سلاب، ودي كده كورنر بانل. كاميرات اللي هي بالشكل دي لما اشاور عليها دي احنا اتفقنا اسمها البانلد بيمز. حاجه تانية عندنا في الكاميرات الخارجيه اللي هي دي كده اسمها الايدج بيمز، كاميرات طرفيه. وبعد كده الاعمده. طيب الاحمال بتمشي ازاي؟ احمالي احنا هنقف على البلاطه، البلاطه هتبدا توزع الكاميرات، بس هتمشي مين؟ مجموعه الكاميرات كلها هتشيل الاحمال في مره واحده. الاحمال شلت الكاميرات، البانلد بيمز دي هتوزع احمالها على ايه؟ على الايدج بيمز، الكاميرات الخارجيه. الايدج بيم هيجي لها الاحمال تبدا ترميها على الاعمده، الاعمده تنزل لتحت وهكذا، يبقى دي طريقه انتقال الاحمال في الكاميرات بتاعتي. طيب تعالى نبدا نشتغل ازاي نحل المساله. عشان احل المساله بشتغل بالطرق العاديه. طبعا انا دلوقتي عايز اصمم مين؟ عندك عناصر سلاب بيم بانلد بيم ايدج بيم. بالنسبه للسوليد سلاب ممكن تصممها بالشكل العادي كانها زي اول مسألة خدناها خالص، باك اس 1 اس 2 3 4 وهكذا، وتبدأ تحسب التوتال لود هتوزعه تو واي للناس دي كلها، وتبدأ بقى ايه تحس تاخد شرايح في الاكس، او دي باكية طرفية تقول ال على 10 ده باليونت ربيع على 10 داخلية على 12 وهكذا، وتبدأ تشتغل وتحسب كمية التسليح. أنا بالنسبة لي هنا هعتبر إن السوليد سلاب دي كلها 5 في 10 على المتر الطولي ومش هشتغل عليها. انا عايز اتكلم على الجديد عندنا في مسالتنا وده اللي انتم مطالبين بيه، ازاي هتصمم البانلد بيم سلاب، البانلد بيمز الكاميرات نفسها. طبعا الايدج بيم دي كده كاميرا هتقسمها، دي كده كاميرا ودي كاميرا، دي الكاميرا ديت الباكيت ده 14 متر، فواضح ان ال 14 في 11
فدي هتبقى بلاطه كبيره تو واي. ممكن اقسم ده مثلث وشبه منحرف كبير، وابدا يا اما اخد الربع ده في طريقتين نتعامل مع الايدج بيم، واشتغل بقى حمل موزع على الكاميرا الايدج بيم، واحسب المومنت كاميرا كونتينوس كانها كاميرا عاديه زي الفيديو رقم 2 ازاي نصمم الكاميرات العاديه خالص. الجديد عندك احنا في الفيديو 1 خدنا تصميم السوليد، فيديو 2 خدنا تصميم كاميرات بما فيها الاتش بيم. الجديد في الفيديو بتاعنا اللي هو البانلد بيمز، ازاي اصمم البانلد بيمز. فهبدا باول خطوه اللي هي خطوه حساب اللودز الاحمال. واحنا بنحسب الاحمال همشي بالسيستم زي ما احنا تعودنا في اي مساله. اول خطوه عايز تجيب الابعاد الدايمنشنز بتاعت البانل بيمز. تاني خطوه هحسب الدبليو التيميت التوتال لود بتاع الايه البانل بيم، وبعد كده الخطوه الاخيره هعمل توزيع للاحمال فاعمل لود ديستريبيوشن زي ما احنا متعودين ثلاث حاجات في اي حاجه. طيب تعالى بالنسبه للايه للدايمنشنز. الدايمنشنز لو خدنا اي كاميرا هتلاقيها بالشكل ده. هاخد اي كاميرا وليكن الكاميرا دي، هتلاقي في عندك الكاميرا ساقطه ومتصله ببلاطه من ناحيتين، فيبقى شكلها جاي لي كده 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 كده. الابعاد اللي عندك ده تي اس، تخنت البلاطه 10 سم، افرض انها 10 سم، او عايز ناخدها بقوانين هنقول التي اس ال ال شورت على 40. شوف اكبر ال شورت عندك وقسمه على 40. اكبر ال شورت عندنا يعني دي كده 4.5 في 4 يعني 4 متر، دي 4.5 في 3 يعني 3 متر يعني الاربعه اكتر. دي كده 5 في 4 يعني الاربعه هي الموجوده، دي 5 في 3 يعني 3، يبقى اكتر ال شورت عندك هو 4 متر. يبقى اقول 400 على 40 علشان هي 2 واي فيطلع 10 سنتي، يبقى ده كده قيمه ال تي اس. طيب بعد كده عايز اجيب حاجة تانية اللي هي العرض بتاعك، عرض الكاميرا ده البي، يا اما 25 30 زي ما احنا متعودين، انا هنا مش متحدد لي، فهاخد البي بتاعتك دي بتساوي 30 سنتي. طيب بعد كده عايز اجيب التخانة الكلية اللي هي التخانة دي، التخانة دي كده هتساوي كام؟ التي بتاعتنا هتساوي، هقول ال ال شورت ده التي هيساوي ال ال شورت بتاعت الكاميرا على رقم من 14 لحد 18، انا هقسمها على في الافريج على 16. يبقى ال شورت على 16، طب انهي ال شورت؟ تعال نبص على الكاميرا البانلد بيم دي، الطول بتاعها كام؟ دي كده طولها 4 و4 و3 11 متر. طيب تعال نبص على العموديه دي كده، الطول بتاعها كام؟ 4.5 و4.5 و5 يعني 14 متر. يبقى انهي كاميرا اقصر 11؟ محدش يجي يقول لي ال شورت 3 او لا، انا بتكلم على الكاميرا، بتعامل مع البانل بيم، فواحده 11 واحده 14. خد الكاميرا الاقصر اللي هي 11، يبقى 11 متر على ال 16 يعني 1100 سنتي على ال 16، هيطلع الرقم ده بيساوي 68 سنتي. هقربه واخده كام؟ يبقى هاخد دي مثلا 70 سنتي، يبقى ده كده ايه التي بتاعتنا بتاعت المساله. طيب تعالى ندخل على الخطوه الثانيه بعد ما جبت الدايمنشنز دي كلها تي اس بي والتي. ندخل على الخطوه الثانيه، هي خطوه التوتال لود، الكاميرا شايله وزن قد ايه؟ البانلد بيمز. طيب البانلد بيمز شايله ايه؟ شايله البلاطه وشايله وزنها والفلور كفر والكلام ده كله. طيب تعالى نشوف الكلام ده نحسبه ازاي. هقول الدبليو التيميت هيساوي نحسبها 1.4 1.6 1.4 في الديد لود اللي هو الويت بتاع السلاب زائد الفلور كفر زائد ايه تاني؟ وزن البانلد بيم. طيب انا عايز اوصل لده بقى ايه؟ طن على المتر مربع. طيب تعالى بقى نشوف ازاي نحسب وزن البانلد بيمز. هنعمل حركه، هنيجي نحسب الوزن الكلي واقسمه على ايه؟ على المساحه. ده وزن على ايه؟ على اريا. طب عشان احسب الوزن الكلي يبقى عايز اقول مين؟ عايز اقول فوليوم، الوزن الويت بيساوي فوليوم في كثافه في جامع. انا بكون القانون اللي هنثبته واقسمه في الاخر على ايه؟ على الاريا اللي انا اخترتها. طب تعالى نقول ايه هو الفوليوم اللي عندي؟ انا عندي كام كاميرا؟ 1 2 3 4. تعال ناخد الكاميرا الواحده نقول في اتجاه الاكس دايركشن، في عندك كام كاميرا؟ 2،
يبقى اقول كمرتين في ايه؟ في حجم الكاميرا الواحده، فاقول ان اكس عدد الكاميرات. طب حجم الكاميرا الواحده بيساوي كام؟ ده كده الكاميرا حجمها بيساوي ده كده تي ناقص تي اس، ده كده ايه؟ العرض بتاعها، هو الفوليوم 3 دايمنشنز، فهيبقى بي في الارتفاع ده اللي هو تي ناقص تي اس، في الطول بتاعنا ده اللي هو مين؟ ال ال بتاعت الكاميرا، فاقول يبقى ان في البي في التي ناقص التي اس في ال ال اكس، طول الكاميرا في اتجاه الاكس دايركشن. يبقى ده كده اول حاجه، يبقى ال ان اكس عدد الكاميرات، عندي كاميرتين. طب حجم الواحده العرض في الطول في او في التخانه في طول الكاميرا في اتجاه الاكس دايركشن، يبقى كده جبت الفوليوم بتاع اول واحده. زائد نفس الكلام في الواي دايركشن، عندك كام كاميرا؟ اتنين. حجم الواحده العرض في التخانه في طول الكاميرا في اتجاه الواي دايركشن، فيبقى ان واي في البي في التي ناقص التي اس في ال في اتجاه الواي دايركشن. يبقى انا من هنا جبت مين؟ الفوليوم بتاعنا او الوزن اللي هو الفوليوم، هضربه في الكثافه بره كده في الجاما ار سي. هقسم الكلام ده كله على الاريا اللي هي مساحة المبنى أو مساحة المنطقة دي كلها اللي هي 14 في 11. طب لو كان في منطقة مفرغة، في مثلا عندك هنا منور أو حاجة تطرحه من الاريا بتاعتك، يبقى هقسم على الاريا اللي هي ال ال اكس في ال ال واي. يبقى أنا كده كونت القانون زائد 1.6 لايف لود. يبقى ده كده القانون بتاعنا 1.4 وزن البلاطة فلور كفر، ده كده وزن البانل بيم على المتر مربع زائد 1.6 لايف لود. تعالى نبدأ نعوض. الوزن بتاع السلاب تي كثافة تي اس جاما ار سي، التي اس احنا حسبناها بوينت واحد في الجاما ار سي باتنين ونص. الفلور كفر في المشروع بتاعنا كل واحد مختلف زي ما اتفقنا، انا عندي هنا بوينت اتنين 200 يعني بوينت اتنين. الان اكس عدد الكمر في الاكس كمرتين اتنين، عرض الكاميرا البي بوينت تلاتة في الدايمنشنز، تخانة الكاميرا التي بوينت سبعة، التي اس بوينت واحد، ال ال اكس طول الكاميرا في الاكس دايركشن اللي هو ال 11 متر 4 و3 و4، يبقى هنا ايه؟ 11 متر. ال ان واي عدد الكاميرا في اتجاه الواي دايركشن كاميرتين اتنين، البي بوينت 3، التي بوينت 7، تي اس بوينت 1، ال ال واي هتبقى طول الكاميرا في اتجاه الواي دايركشن اللي هو 14، هقسم على ال ال اكس في ال ال واي اللي هو 11 في 14. الكلام ده كله مضروب في الكثافه اللي هو 2.5 زائد 1.6 في اللايف لود اللي هو بوينت 3. يبقى احنا من هنا حسبنا الحمل الكلي على الكاميرا البانلد بيمز اللي هو هيطلع 1.31 طن على المتر مربع. ده كده الحمل بتاعنا. طيب الخطوه اللي بعد كده هاخد الحمل ده وهوزعه. هوزعه ليه؟ لان انت عندك في كاميرات في الاكس وكاميرات في الواي. انا دلوقتي ده الحمل اللي جاي على الاثنين، عايز اعرف في الاكس هيشيل كام وفي الواي هيشيل ايه كام، فعايز اوزعه في التو دايركشنز. طيب هوزع ازاي؟ هنيجي نشتغل بتيبل على طول بقى اللي احنا كنا دايما بنخليه في حاله اللايف لود اكتر من 500، ده اللي انا هشتغل بيه دلوقتي اللي هو تيبل 6 3. ده التيبل اللي احنا هنشتغل بيه اللي هو جراشوف. هبدا احسب قيمه الار. اتفقنا الار في حاله 6 1 كانت اللونج على الشورت في الام لونج على الام شورت، 6 2 كانت اللونج على الشورت، 6 3 كانت اللونج على الشورت. طيب امتى اشتغل ب 6 1 في حاله السوليد سلاب؟ لو اللايف لود اقل من 500 نشتغل ب 6 1، اكتر من 500 6 3. في حاله الهولو بلوك سلاب اللايف لود اقل من 500 نشتغل ب 6 2، اكتر من 500 نشتغل 6 3. في حاله البانلد بيمز اشتغل ب 6 3 لتوزيع الاحمال. فنحسب الار اللونج على الشورت. طيب اللونج بتاعتنا هتساوي كام؟ عندك 14 و11، يبقى 14 على ال 11. الكلام ده هيساوي 1.27. هندخل الجدول ب 1.27، هجيب قيمة الألفا واجيب قيمة البيتا. هيطلع الألفا بتاعتنا بوينت الألفا بتاعتنا 0.74 والبيتا بتاعتي 0.25. من هنا هجيب ال W ألفا هتساوي الألفا اللي هي 0.74 مضروبة في الألتيميت اللي هو 1.3، وال W بيتا البيتا اللي هي ربع
مضروبة في الالتيميت اللي هو 1.3. جبت الارقام دي طلع ده بيساوي 0.97 وده بيساوي 0.34. طلعنا على المتر الطولي ده توزيع الاحمال. يبقى اجي هنا الالفا طبعا في انهي اتجاه؟ في الشورت دايركشن ده 11، يبقى ده الشورت دايركشن. اجي احط كده هنا في الاتجاه القصير ده الالفا اللي هي 0.97، وفي اللونج دايركشن اللي هو ده في الاتجاه ده كده احط البيتا اللي هي 0.34. طيب في حد كان ممكن يسال، انا قلت خليت دي مين ريب ودي ده كان مين بيم وده كده سكند بيم، رسمت الرسمه بالشكل المتقاطع ده. طيب في الحقيقه ازاي هيفهم ان الكاميرا بتاعتي ازاي هتقدر تفهم ان مفيش واحده شايله الثانيه، ان هما الاثنين هيعملوا مع بعض؟ لو كنت انا خليت الخط ده كان مشي كده، يعني لو كنت انا رسمتها كده كانت دي مين بيم ودي سكند بيم متشال عليه، رحت انا ماسح الخط ده كده بقت دي ماشيه مع دي. طب ازاي في الحقيقه هيتنفذ ده؟ بيتنفذ ده بالحقيقه عن طريق ان الاحمال بتمشي للستيفنس الاكتر، يعني الستيفنس اكبر، لو خليت دي ستيفنس اكبر فكانت دي مين بيم ودي بقت سكند بيم متشال عليها. طيب لو خليت انا الاثنين قد بعض، خليت الستيفنس بتاع دي قد الستيفنس بتاع دي، فبالتالي ما في الاحمال هتروح للاثنين في نفس مين؟ في نفس الوقت، وده اللي احنا بنحاول نعمله. طيب الستيفنس بتبقى عباره عن ايه؟ اي في الاي على ال، فانا بحاول اخلي الستيفنس اي في الاي على ال للبيم الاكس دايركشن اللي هي بيم واحد بتساوي تقريبا الاي في الاي على ال بتاعه الكاميرا اللي في الاتجاه الواي دايركشن البي في 2. طيب ازاي انفذ الكلام ده؟ عن طريق ان انت تستخدم نفس الاي، نفس الاي اليونجس مودلس، فهي نفس الخرسانه، علشان كده الاي هي هتبقى ايه؟ واحده. طيب بالنسبه للاي، بالنسبه للاي هي عباره عن كام؟ موازي في عمودي تكعيب على 12، فانا خليت البي في التي مالها؟ تكعيب على 12 واحده، فخليت نفس الكاميرات بنفس ايه؟ التي. فانا بلعب عن طريق الاي على ال بتساوي الاي على ايه؟ على ال. طبعا واحاول اخلي الالات واحده، انا هنا في مسالتي الالات مش واحده، ده 11 وده 14، المهم ان ال بتاعتك ما تزيدش عن تقريبا 1.33، فنخلي واحد دي 1.27 او الفرق ما بين الالات. فلو قسمت اللونج على الشورت هتلاقي الرقم ده ما زادش عن 1 بوينت كام؟ في ناس بتمشي لحد 1.5 او 1.4، انا هقول لك خليها لحد 1.33. يبقى الرقم ده ما زادش عن 1.33، يبقى انا كده ايه؟ الاستيفنس تقريبا واحده. طيب في حاله ان انت عندك في فرق كبير ممكن العب في مين؟ في الاي على ال. ازاي؟ زود ال بتاعتك دي مثلا رقم معين، فزود في التخانه علشان في الاخر ناحيه الشمال تساوي ناحيه اليمين. المهم الفكره ان انت تخلي الاستيفنس بتاعت واحد بتساوي الاستيفنس بتاعت 2، وبالتالي يبقى ما فيش حد شايل الثاني، يبقى الاثنين يتعاملوا كانهم بانل بيمز. يبقى احنا كده خلصنا اول خطوه، خطوه اللود، حسبنا الدايمنشنز، حسبنا الحمل الكلي، عملنا لود ديستريبيوشن في الشورت دايركشن والواي دايركشن. هندخل على الخطوه الثانيه، ومن هنا هتبقى المساله تقريبا مساله كاميرا عاديه، نعمل اناليسيز، نرسم مومنت وشير، وبعد كده نبدا نوزع الاحمال او نبدا نصمم الكريتيكال سيكشن ونرسم. ماشي، هندخل على الخطوه الثانيه بعد ما خلصنا خطوه اللودز وجبنا الدايمنشنز وعملنا كل حاجه، ندخل على المرحله الثانيه اللي هي مرحله الاناليسيس. في الاناليسيس هبدا اجيب البندنج مومنت دايجرام. فعشان اجيب البندنج مومنت دايجرام، الكاميرا دي عباره عن ايه؟ كاميرا سيمبل. طيب انا قدامي حالتين للبانل بيم، ممكن تلاقي كاميرا بالشكل ده شايف ماشيه منين؟ من عمود لعمود تاني، فهي باكيه واحده فتعتبر كاميرا سيمبل. طب لو شايفين الشكل ده رحت جايبه نفسه ورحت حط واحد تاني جنبه وبقى في كاميرا في النص باعمده منفصل، فهتلاقي الكاميرا ماشيه من هنا سيمبل اهيت ودخلت على باكيه تانيه، فبقت كاميرا مالها كونتينوس بيم. احنا الكاميرات اللي عندنا هنا مالها كاميرا سيمبل بيم. فبالنسبه للكاميرا السيمبل بيم انا عايز اجيب مومنت وعايز اجيب شير. فالمومنت بتاعنا هشتغل دلوقتي، هفرض الكاميرا دي بي واحد، الاكس دايركشن بي واحد، الواي دايركشن بي اتنين. فبالنسبة لبي واحد المومنت في الطبيعي بيساوي كام؟ دبليو ال تربيع على 8، وهنا بالنسبة للشير المفروض دبليو ال على 2 لأن ده مالها سيمبل بيم، ده المومنت الطبيعي. بس احنا زي ما اتفقنا ده في حالة إن الديفليكشن كان ديفليكشن كامل، لكن اللي حصل
ان هو الديفليكشن ما بقاش رايح لكاميرا واحده، بقى متوزع على مين؟ على الكاميرتين. بالتالي بيحصل تقليل للمومنت وتقليل للديفليكشن، فالمفروض اضرب ده كده في ريدكشن فاكتور واضرب ده في ريدكشن فاكتور. طيب قيمه الريدكشن فاكتور دي احسبها ازاي؟ هبدا ارسم حاجه اسمها الساين كيرف اللي هو بيوضح لي الديفليكشن اللي هيحصل عندي. هبدا ارسمه للاكس والواي، فاروح جايب الشكل ده، الشكل ده للساين اللي هو هيبدا كده زيرو ويروح نازل بالمنظر ده وراجع تاني. ده كده ده الساين هينزل 90 بيلف 180 درجه بتاعتي. ونفس الكلام هرسمه الناحيه دي، طبعا هنا عشان مش هيبان هرسمه الناحيه الثانيه كده بالمنظر ده، ده اللي هو المفروض الناحيه دي، وهيبقى الكيرف بالمنظر ده بالشكل ده. طيب هيبدا من زيرو ويروح تاني للزيرو، وفي النص اعلى نقطه كده في النص دي عندها كام زاويه؟ 90 درجه. وهنا نفس الكلام من زيرو للزيرو، وفي النص عند المنطقه دي كده الزاويه هنا 90 درجه. هبدا اشوف زاويه ميل الكاميرا ديت على الكاميرات العموديه. هو الفكره كده، انا عايز اشوف انا شغال على الكاميرا واحد دلوقتي، فعايز اشوف تاثير الكاميرا ديت على الكاميرا دي واحد هيساوي كام، وتاثير يعني الكاميرات العموديه على الكاميرا بتاعتي، علشان اعرف الريدكشن فاكتور هيساوي قد ايه عن طريق زاويه الميل بتاعتها لما يحصل لها ديفليكشن في المنطقه دي. طيب هجيب الكلام ده ازاي؟ هبدا اقول انا قدامي الكاميرا دي بي 2، عايز اشوف تاثيرها على الكاميرات الافقيه هيساوي كام، فاجيب النقطه دي بتساوي قد ايه، والكاميرا دي عايز اشوف تاثيرها على الكاميرا دي بتساوي كام، فانزل لتحت بالمنظر ده بالشكل ده. يبقى عايز اعرف اكس السيتا دي بتساوي كام، واعرف السيتا دي بتساوي كام. نفس الكلام عايز اعرف تاثير الكاميرا بي واحد على الكاميرات الرئيسيه بيساوي كام، يبقى عايز اجيب الزاويه دي وعايز اجيب الزاويه دي. يبقى بجيب الزاويه قدام كل مين؟ قدام كل كاميرا في الاكس والواي. طيب تعال نشوف الزاويه دي، السيتا عشان احسبها بتساوي اكس على ال على 2 في ال 90، ده القانون بتاعنا. طيب تعال نبص هنا، انا عايز اجيب السيتا واحد دي، هقول دي سيتا واحد. الاكس بتاعتي اللي هي كام؟ المسافه من هنا لحد هنا اللي هي من الزيرو، فالاكس اللي هي 4 على ال على 2، ال اللي هو الطول ده كله، الطول ده كله 11، ف 11 على 2 في ال 90 يطلع معاك الكلام ده 65.45 درجه. يبقى انا جبت السيتا واحد. طب السيتا اللي هنا دي لما اخد الاكس، ما تاخدش الاكس ده كله، لا الاكس من الناحيه دي الاصغر، فيبقى 4 على نفس ال على 2 فيطلع ده 65 وده يطلع 65 زايد. يبقى انا خلصت ده. في ناس عندها في اختلاف، هتلاقي ده 4 مثلا، ده 4.5، فيجي هنا يقسم 4.5 على ال على 2، وهنا يقسم 4 على ال على 2 في 90. طب تعالى للواي، تعالى ناخد الكاميرا دي، الكاميرا اللي هنا الاكس بتاعتها كان المسافه دي اللي هي 4.5، يبقى اقول سيتا 2 4.5 على ال على 2، ال دي كلها 14، فيبقى 14 على 2 في 90 يطلع معاك هنا السيتا 2 بتساوي 57.8 درجه. يبقى انا كده جبت السيتا 1 وجبت السيتا كام؟ السيتا 2. دي كده السيتا اللي انا هشتغل بيها. تعال نبدا نشتغل، انا هشتغل وليكن على بيم 1 بيم 2، احسب لهم المومنت والشير، وبعد كده هصمم واحده منهم. في المذكره هتلاقوا الاثنين متصممين بنفس الطريقه. ادي المومنت دبليو ال تربيع 8 في ريدكشن فاكتور، وادي الشير دبليو ال على 2 في ريدكشن فاكتور. تعال نتكلم على بيم 1. بالنسبه لبيم 1 دبليو ال على تربيع 8، انا شغال على الكاميرا دي، دبليو ال تربيع على 8، الدبليو بتاعتي هتساوي كام؟ الحمل اللي عندها اللي هو 0.98 او 0.97، في ال ال بتاعتها طولها كام؟ طولها 11، يبقى في 11 تربيع على 8 في الريدكشن فاكتور اللي هو هيساوي ساين السيتا بتاعتها زاوية ميلها على الكاميرا العمودية بتاعتها، والكلام ده كله مضروب في ال ال نورمال. طيب ساين السيتا زاوية ميلها على الكاميرا العمودية اللي هي هتقلل منها هتبقى كام؟ اللي هي ادي الكاميرا بي واحد همشي بيها قدام، اللي هي الزاوية دي اللي هي كانت 57 درجة، دي 57، يبقى ساين 57. طيب في ال ال نورمال اللي هو زي الاوردنت من السنتر لاين للسنتر لاين، بي واحد شايله كام؟ نص ديت يعني المسافه دي كده 2.5، ونص دي كده اللي هي 2.5، دي كده ال ال نورمال على البي واحد بتاعتي، فيبقى 2.25 زائد 2.5
هيطلع معانا كده ال L normal بتاعتي 4.75. هيطلع الكلام ده المومنت بيساوي 59 طن متر. طب تعالى في الشير دبليو ال على 2 في نفس الريدكشن فاكتور ساين ال 57 درجه، الكلام ده في 4.75. لازم تقفل الساين في القوس لوحده عشان ما تضربش ده في ال 57 وانت بتشتغل على ايه على الاله حاسبه. هيطلع ده 21 طن. طيب تعالى هنا على البيم 2 دبليو ال تربيع على 8 وانا شغال على بيم 2، هتبقى الدبليو بتاعتي اللي هي في اتجاه الواي 0.34 اللي هي الدبليو بيتا 0.34. طيب طول الكاميرا بي 2 الطول ده كله اللي هو 14 متر، يبقى 14 تربيع على 8 في ساين السيتا اللي هي ساين السيتا بتاعتي ديت اللي هي 65، اللي هو هاخد الكاميرا انزل بيها قدام ادي الكاميرا ديت بي 2 هنزل لتحت الاقي الزاويه هنا 65 درجه، يبقى ساين 65 في ال ال نورمال الطول العمودي على الكاميرا دي نص ده 1.5 ونص ده 2، يبقى ال نورمال هو 3.5. جبت هنا المومنت طلع معانا بتساوي ده 26، وبنفس الطريقه ضربت في ساين 65 وفي ال ال نورمال اللي هو 3.5 لقيت الشير طلع معانا بيساوي 7. يبقى انا جبت ده وجبت ده كده خلصنا الخطوه الثانيه، خطوه الاناليسز. هدخل دلوقتي هختار كاميرا، انا هختار الكاميرا بي 1 وهصممها واعمل تشيك اوف شير زي ما اتكلمنا في الجزء بتاع الفيديو رقم 2 وهدخل على الرسم. هندخل دلوقتي بعد ما خلصت الاحمال والاناليسز وعرفنا ازاي نعمل اناليسز بطريقه الديفليكشن بتاعتي وازاي ارسم شكل الساين واخد السيتا وازاي احسب الريدكشن فاكتور، لقينا ان الكاميرا انا هشتغل دلوقتي على الكاميرا بي 1 لقينا ان المومنت عليها 59 والشير 21، وعايز ابدا اعمل لها ديزاين اللي هي الخطوه الثلاثه زي ما احنا شغالين لاي كاميرا. طيب في خطوه الديزاين انا هعمل حاجتين، اول حاجه هاخد المومنت عشان اجيب بيه الحديد وبعد كده اخد الشير واعمل تشيك عليه زي الكاميرات بشكل عادي خالص. طيب تعالى ناخد المومنت، هو كريتيكال سيكشن وحيد لانها سمبل بيم لان عندي مومنت واحد، فالمومنت شكله عامل كده سمبل بيم، هيبقى شكله عامل كده زي المساله رقم واحد في الايه في جزء الكاميرات اللي هي الكاميرا سمبل بيم اللي هي كانت هنا بالظبط. المومنت اللي عندي ده الكريتيكال سيكشن، شد تحت وضغط فوق. تعال نبدا نرسم السيكشن هيبقى عامل ازاي. اي كاميرا من دول ساقطه ومتصله ببلاطه منين؟ من ناحيتين، فشكل السيكشن بيبقى عامل بالشكل ده، كاميرا ساقطه ومتصله ببلاطه من ناحيتين. الابعاد ده 10 ده كله كان 70 ده كده 30. شكل المومنت شد تحت وضغط فوق. طيب يبقى الحديد بتاعنا هيتحط تحت، ده الاريا ستيل اللي انا عايز اجيبها. يبقى المنطقه اللي فوق دي منطقه ضغط، يبقى منطقه الضغط دي شكلها عامل ازاي؟ شكل التي، فيبقى ده كده اسمه تي سيكشن، وانت عايز تجيب المسافه دي كلها اللي هي اسمها البي افكتيف. شغال كاميرا عادي خالص، فهبدا احسب قيمه البي افكتيف هتساوي المينيمم من ثلاث حاجات 16 التي اس زائد البي، او من السنتر لاين للسنتر لاين اللي هو الاوردينت او ال داش على 5 زائد البي. 16 في التي اس زائد البي، التي اس اللي هي 10 والبي 30، يعني 16 في 10 زائد 30 هيطلع الرقم ده بيساوي 190 سنتي. من السنتر لاين للسنتر لاين بالنسبة للكاميرا بتاعتي دي من السنتر لاين للسنتر لاين اللي هو ده كان 475، وطبعا ده قلنا بيطلع ارقام كبيرة ممكن ما احسبوش، يعني 475 سنتي. ال داش على 5، ال داش المسافة ما بين نقط الانقلاب، ده هنا ال ال هي ال ال داش، قلنا لو متصل من ناحية 0.8 ال ال، متصل من ناحيتين 0.7 ال ال، لكن هنا ال ال داش هي ال ال، وال ال اللي هي طول الكاميرا اللي هو 11 متر. يعني ال ال داش هتساوي 1100 ضربتها حولتها سنتي على 5 زائد البي اللي هي 30، هيطلع الكلام ده عندنا بيساوي 250 سنتي. يبقى انا من هنا هاخد اول رقم ده كده البي افكتيف بتاعتي. نبدا نشتغل بالمعادلتين اللي عندي، المعادله الاولانيه دي بتساوي السي 1 جذر
الام التيمت في 10 اس 5 للتحويل على الاف سي يو في البي افكتيف. طيب تعال نعوض الدي بتاعتي اللي هي انا لو فاكرين التي 70 فدي لحد هنا هطرح كفر، الكفر قلنا في السوليد سلاب 2 سنتي فرش و3 سنتي غطا، في الهولو بلوك سلاب 3 سنتي، دي كاميرا في الكاميرات كام؟ 5 سنتي، يبقى الدي بتاعتي هتساوي 70 ناقص 5 65. المومنت اللي عندك اللي هو المومنت ده اللي هو 59 اللي انا شغال عليه، يبقى ام 59. الاف سي يو في مساله على حسب كل واحد، على حسب النموذج بتاعه، انا عندي 300، البي افكتيف اقل حاجه 190. من هنا معادله جبت منها السي 1 اللي هي طلعت عندنا بتساوي رقم كبير 6، وبالتالي جبت الجي طلعت بتساوي 0.826. ندخل على المعادله الثالثه، المعادله الاخيره، حساب الاريا ستيل هيساوي الام التيميت في 10 اس 5 على الاف فيلد في الدي في الجي. فالام التيميت اللي هو 59 على الاف فيل 3600 في الدي بتاعتنا اللي هي 65، والجي اللي هي انا لسه جايبها 0.826، طبعا بتطلع من الجدول الموجود في المذكره، جدول السي 1 جي، هيطلع الكلام ده عندنا الاريا ستيل بتساوي 30.5 سنتيمتر مربع. هشتغل بقى فاي كام؟ كنا بنشتغل في الكاميرات فاي 12 16 18 20 22 25 اقطار كده. قلت لك ركز على ايه؟ على 12 و16. ده فين؟ في الكاميرات العاديه، المباني العاديه. لكن في حاله البانل دي بيم، وده زي ما اتفقنا مش موجود في اي حاجه، موجود مثلا في مساجد او في مساحات كبيره جدا، ف وطالع معايا رقم كبير، لو اشتغلت 12 هيطلع معاك اسياخ كتير جدا، فهتلاقي ان 25 عندي او بالتجربه كده هتلاقي ان 25 ايه؟ رقم مناسب، هيطلع لك عدد مناسب. لما اشتغلت ب 25 لقيت ان الاريا ستيل طلعت 7 فاي 25، يبقى ده كده الاريا ستيل بتاعتي، يبقى ده الحديد السفلي هنا هحط 7 اسياخ فاي 25. ده كده خلصنا خطوه الديزاين على المومنت. هندخل على الجزء الاخير، هاخد الشير واعمل عليه بقى ايه؟ شيب زي ما اتكلمنا قبل. طيب لما اجي اعمل تشيك على الشير، في تشيك اوف شير بتعمل حاجتين. اول خطوه زي ما اتفقنا احنا بنقاوم الشير ازاي؟ بقاوم الشير بشكل اساسي عن طريق الخرسانه، الكونكريت بتشيل شويه شير. طب لو الخرسانه ما قدرتش تشيل الشير هبدا احط ايه؟ حديد عشان يقاوم الشير، يا اما ازود ابعاد الخرسانه فتقدر تستحمل شير اكتر. طيب عشان اقاوم الشير هبدا اقول كده، اول خطوه هحسب الاكشوال شير ستريس، والاكشوال ده نتيجه الاحمال، فعشان احسبه بعمل ثلاث حاجات. واحد، احسب الكيو ماكسيموم اعلى قيمه شير. اثنين، احسب الكيو الشير عند الكريتيكال سيكشن. وثلاثه، احسب الاستريس اللي هو الكيو التيميت. الكيو ماكسيموم اللي هو 21 اللي هو الرقم ده 21 طن. عند الكريتيكال سيكشن قلنا الكريتيكال سيكشن بيبقى على بعد دي على 2 من وش العمود، ففي الحاله اللي احنا شغالين بيها في حاله الحمل الموزع ودي الحاله اللي علينا، فهيبقى الكيو كريتيكال كيو ماكسيموم ناقص الدبليو التيميت، الكلام ده في السي زائد الدي على الاثنين. ده المعادله بتاعتي جايه ازاي؟ جت من تشابه مثلثات عادي خالص. فالكيو ماكسيموم 21، الدبليو التيميت الحمل بتاعنا، الحمل اللي هو احنا شغالين بيه اصلا على بي 1 كان 0.97، فيبقى الدبليو التيميت 0.97. السي عرض السبورت. طيب انا هنا السبورت بتاعك ايه؟ البالانس بيم متشاله هنا على عمود، فعرض العمود بتاعنا 0.3، لو كانت على كاميرا كنت هاخد عرض الكاميرا. الدبس بتاعنا، الدبس بتاع الكاميرا الدي 65 يعني 0.65 على الاثنين، يطلع من هنا الكيو كريتيكال عند الكريتيكال سيكشن هتساوي 21 طن. ده 21 وشويه، ده هنا لما حسبناها طلعت 21 طن، طبعا ايه فرق قليل جدا. طيب بعد كده الكيو اكشوال اللي هو الاكشوال ستريس هيساوي الفورس على الاريا، كيو كريتيكال ده الفورس في 10 اس 3 على الاريا اللي هي البي في الدي طول في عرض.
فكيو كريتيكال 21 على البي اللي هي 30 في الدبس اللي هو 65 هيطلع معانا الكيو اكشوال بتساوي 10.7 طن او كيلو جرام ده ستريس، فكيلو جرام على السنتيمتر الايه المربع. ده كده جبنا الاسترس. يبقى انت عندك في الحقيقه نتيجه الاحمال في استرس ب 10.7. طيب الخرسانه بقى بتشيل لك كام؟ الخرسانه بتشيل لي كيو سي يو وهي في حالتها الطبيعيه ان كراكت لسه ما فيهاش شروخ، فهتساوي نص جذر الاف سي يو على الجاما كونكريت. الاف سي يو ب 300 والجاما كونكريت اتفقنا فيه عند حاجتين، جاما ار سي كثافه الخرسانه المسلحه ب 2.5، الجاما سي ده فاكتور اوف سيفتي للخرسانه اللي هو ب 1.5، فالجاما سي قسمت 300 على 1.5 طلع معايا الرقم ده ب 7 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. طيب معنى الكلام ده ايه؟ انت عندك هنا 10 ده في الحقيقه، الخرسانه بتشيل لي 7، يبقى حصل فيه فرق بقى فيه 3 زياده. الثلاثه الزياده دول ايه الحل؟ قدامك حلين. الحل الاولاني ان انت ترجع خالص من خطوه الدايمنشنز، زود ابعاد الكاميرا بدل ما هي 70 خليها 80 90 100. فلما تيجي تحسب هنا الكيو اكشوال هتقسم الكيو كريتيكال على بي في الدي الدبس زاد، فيطلع لك الرقم ده بدل ما هو 10 هيبقى كام؟ هيطلع 6 مثلا، فتلاقي ال 6 اقل من ال 7، فيبقى انت كده ايه سيف، ويبقى انت بالطريقه دي خليت الخرسانه هي اللي شالت الشير. يبقى دي حل، بس طبعا انا عايز امشي كاميرا ب 70، مش هزود دبس الكاميرا ارقام كتير وازود في التكلفه ووزن الكاميرا علشان اقاوم الشير، طالما في طريقه تانية موجوده اللي هي استخدام حديد التسليح. طيب ايه هو بقى؟ انا هشتغل بحديد تسليح. طيب ايه حديد التسليح اللي احنا بنشتغل بيه؟ زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، الشير ادي الكاميرا عشان اقاومه شروخه بتبقى مايله على زاويه 45، بشتغل بحاجتين، يا اما احط كانات دي اول حاجه، يا اما احط ايه حديد مكسح، اللي هم انت كده كده بتعملهم، مش انت كده كده بتاخد نص الحديد ادي ونص مكسح وكده كده بتحط كانات، فانت هتحط الاثنين مع بعض هتاخدهم في الاعتبار بس تحسبهم بقى بالارقام. احنا كنا بنمشي نص ونص ونحط 5 × 8، لا انا عايز اعرف بالظبط دلوقتي عايز كانات قد ايه وحديد مكسح قد ايه علشان يشل المشكله في ال 3 كيلو جرام الفرق ما بين ال 10 وال 7 اللي موجودين عندي دول. طيب في الاول كده هبدا اقول الكيو ستيل، الحديد اللي انت عايز تجيبه عايزه عشان يشيل كام؟ عشان يشيل الفرق. يبقى هقول الكيو التيميت هيبقى الفرق اللي هو الكيو التيميت ناقص الكيو مي سيو. بس ناخد بالنا بقى من حاجه، ناخد بالنا من ايه؟ انا في الواقع دلوقتي اللي شير بقى اكتر 10 اكتر من 7، الخرسانه بتشيل 7 ده في حاله انها كانت ايه؟ كانت سليمه ما فيهاش شروخ. طب انا دلوقتي ده هيبقى اكتر فهيحصل شروخ. طيب انا عشان هيحصل شروخ فهعتبر ان الخرسانه مش بتشيل لي نص جذر الاف سي يو، هعتبرها بتشيل رقم اقل اللي هو 0.36 جذر الاف سي يو على الجاما كونكريت، هيطلع 0.36 الاف سي يو 300 والجاما كونكريت 1.5. يبقى الكيو ستيل انا كنت قايل الفرق 10 ناقص 10.7 ناقص 7 اللي هو تقريبا 3 وشويه 3.7، هيبقى دلوقتي الكيو ستيل لما احسبها هلاقيها طلعت بتساوي 5.6 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. يبقى انا عندي ال 5.6 عايز اجيب حديد، الحديد ده عباره عن حاجتين، ستيربس كانات فيرتيكال ستيربس كانات راسيه، والحاجه الثانيه حديد مكسح بنت بارس. عايز ابدا احسب كانات قد ايه وحديد مكسح قد ايه. قدامك حاجتين، في واحد يجي يقول انا مش عايز اشتغل بحديد مكسح ودي الطريقه الامريكيه، في الطريقه الامريكيه الكاميرا ما فيهاش تكسيح، بيمشي حديد سفلي وحديد هنا ايه يشيل التكسيحه دي فيبقى الحديد علوي بس. طيب في الحاله دي هيقول ان ال 5.6 الكنات هتشيلهم ومن معادله الكنات يبدا يحسب عدد الكنات. طب احنا الطريقه اللي احنا بنعملها ايه؟ انا كده كده شغال بمين؟ شغال بحديد مكسح. طيب هروح جاي فارض ان الكنات 5 × 8، هشوف ال 5 × 8 هيشيلوا قد ايه من الاي كيو ستيل، وليكن لقيت ال 5 × 8 بيشيلوا لي 2 فيتبقى كام؟ 3.6. ال 3.6 اجيب هنا عدد حديد مكسح، اشوف كام حديد اكسحه يبقى اعرف ده عدد الحديد اللي هيتكسح بالظبط وانا شغال في الرسمه.
دي طرق مختلفة للتسليح أو للتصميم. ممكن واحد يقول حاجة تانية، لا يقول أنا عايز أخلي الكنات يشيلوا 2.6 أو 3 وأخلي الحديد مكسح إيه الباقي. أنت حر، بس دي الطريقة اللي أنا بفضلها، هتخلي الكنات 5.8 وتيجي تحسب عدد الحديد المكسح. ماشي. وصلنا في التشيك ان هو طلع انسيف، ولقينا ان احنا عايزين نحسب بقى الكنات والحديد المكسح. طبعا الطريقه دي ما كناش شرحناها في الكاميرات، بس لو قابلتك الكاميرا طلعت انسيف يبقى هي نفس الطريقه دي، لان الكاميرات اللي قابلتنا في الفيديو بتاعها كان كلها سيف. طيب تعال نبدا نشوف احسب الكاميرات ازاي. هنبدا نقول كده احنا عندنا كيو ستيل، انا عايز احط حديد عشان يشيل الفرق ده اللي هو كان 5.6 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. هاخد الكلام ده هوزعه، هقول اسيوم ان انا في عندي كده كده اصلا حاطط 5.8 على المتر الطولي فيرتيكال ستيربس، ده كده كده الكنات دي موجوده، فعايز اعرف الكنات اللي انا حاططها دول هيشيلوا لي اصلا كام من الرقم ده. طيب هبدا اعوض في المعادله، هقول ان الكيو ستيربس الكنات معدتها بتشيل كام، بتساوي الان في الاريا ستيرب، الاف فيلد ستيرب على الجاما ستيل على البي في الاس، ده معادلة الكنات بتشيل قد ايه؟ معادلة من الكود المصري. طيب انا عايز اعرف مين؟ انا عايز اعرف الكنات بتشيل قد ايه؟ يبقى عايز اعرف كيو ستيرب. طب ايه العناصر دي؟ اول حاجة الان، الان ده قال لي عدد فروع الكنات، يعني ايه؟ يعني انت ممكن تشتغل بكنة بالشكل ده، كنة الطبيعية بتاعتي، ممكن اشتغل بكنة كده، كنة بالشكل ده، دي كده كان لها كم فرع؟ 1 2، كان فرعين، يبقى الان بتاعتي هنا بتساوي 2، دي كده لها كم فرع؟ 4، الان بتاعتي هنا بتساوي كام؟ بتساوي 4. امتى اشتغل بدي وامتى اشتغل بدي؟ قال لك في حاله ان البي العرض بتاع الكاميرا كان اكبر من او يساوي 40 سنتي اشتغل بكان 4 فروع، في حاله ان البي عرض الكاميرا اقل من 40 سنتي اشتغل بكان فرعين بس. يبقى انا هنا في مسالتي البي بتاعتي كانت كام؟ البي بتاعتنا 30، فانا هشتغل بكانه فرعين. طبعا الكانه 4 فروع دي هتقابلنا لما ندخل في الكاميرات الكبيره، زي مثلا لو خدنا هيدن بيم او خدنا الفريمات، كاميرات الفريمات، الكاميرات الكبيره. لكن انا هنا هكتفي بالكانه فرعين بس، 2. طيب الاريا ستيرب، مساحه مقطع الكانه، انت هتشتغل الكانه دي هتشتغلها فاي 8 ولا هتشتغلها فاي 10؟ لو فاي 8 مساحة الفاي 8 باي على 4 في بوينت 8 تربيع، فيطلع بوينت 503 سنتيمتر مربع. لو فاي 10 باي على 4 في 1 تربيع يطلع بوينت 785 سنتيمتر مربع. فانت هتشتغل ايه؟ احنا لسه قايلين انا عايز اشتغل 5 فاي 8، يبقى الاريا ستيرب دي بوينت 503. الاف فيلد ستيرب، الاف فيلد طبعا عندنا حاجتين، الحديد زي ما اتفقنا ممكن يجي لك حديد هاي جريد ستيل اللي هو بيجي لك طوله 12 متر وبرمز له بالرمز ده الفاي شرطتين كده، ده حديد مشرشر او الهاي جريد، ده بيشتغل بهاي بيبقى اليلد سترينث بتاعته عاليه شويه، يعني 3600 4200 الارقام اكتر شويه من الطبيعي او اكتر شويه من الاف من الكنات، فده اف الدالي اف فيلد بنسميها الاف فيلد عليه. طيب في حالة الحديد اللي هو المايلد ستيل او الحديد الاملس اللي بيجي لفايف كده وبرمز له بالرمز فاي واحدة كده شرطة واحدة، ده هيبقى ليه اف فيلد ستيرب، والاف فيلد ستيرب المتاحة بتساوي يا اما 2800 يا اما 2400 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. احنا عندنا في مسألتنا وكل واحد ليه اف فيلد ستيرب مختلفة، احنا عندنا الاف فيلد ستيرب قال لك خدها ب 2800 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. طب الجاما ستيل الفاكتور اوف سيفتي، الجاما كونكريت 1.5، الجاما ستيل فاكتور اوف سيفتي ب 1.15. طب نقول حاجة تانية نفتكر كده، الجاما بتاعت الحديد، كثافة الحديد كام؟ كثافة الحديد 7.85، كثافة الخرسانة كام؟ 2.5 كثافة طن على المتر مكعب. فاكتور اوف سيفتي الحديد كام؟ فاكتور اوف سيفتي الحديد ب 1.15، فاكتور اوف سيفتي الخرسانه ب 1.5. طيب البي بتاعتك عرض الكاميرا، عرض الكاميرا احنا واخدينه 30، الاس هي المسافه ما بين الكنات، انا عندي قايل 5 كنات في المتر، يبقى المسافه ما بين الكنه والثانيه كام؟ اقسم متر على 5، يعني 100
على 5 يبقى المسافة السبيسنج ديت بتساوي 20 سنتي، يبقى الاس بتساوي 100 على الان، والان اللي هم الخمس كانات يعني هيساوي 20 سنتي. من هنا قدرنا نعوض في المعادلة بتاعتي، لقينا ان الكيو ستيرب بتساوي 4 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. معنى كده ايه؟ انت عندك في هنا 5.6 اللي هم كانوا زيادة، الفرق ما بين الاكشوال والخرسانة، ال 5.6 دول انا عايز اشيلهم لحديد. لقيت ان ال 5.8 اللي انت كده كده حاططهم بيشيلوا لي كام؟ بيشيلوا لي 4. يبقى اللي فاضل عندك 1.6 ده هتوديه فين؟ للحديد المكسح. يبقى اقول بالنسبة للبنت بارز اللي هو الحديد المكسح هيشيل لي كيو بنت بارز بتساوي ال 5.6 ناقص ال 4 هيطلع 1.6 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. ال 1.6 كيلو جرام على السنتيمتر المربع انت عايز دلوقتي تشوفهم يساووا كام سيخ هيتكسح. طبعا من غير اي حاجه واضح ان هم هيبقوا ايه، احنا كان عندنا الحديد السفلي كان طالع اعتقد 5 × 25 كان طالع معانا، او لا كان 7 × 25 من الديزاين. نرجع تاني، كان طالع معانا من التصميم حديد سفلي 7 × 25. لو خدنا سيخين بس كسحناهم يبقى خلاص، فواضح ان هو مش محتاج احسبها، بس هحسبها من المعادلة بتاعتي. المعادلة بتاعتي اللي هي بتقول ان الكيو بنت بارز هيساوي الاريا بنت بارز في ساين السيتا في الاف فيلد على الجاما ستيل على البي في الدي. انا هتلاقوني كاتبها لكم في المذكرة بشكل تاني، محول، لان انا عايز احسب الاريا بنت بارز، فتلاقيني مطلع لك الاريا بنت بارز بره القانون، يعني واخدها هنا وتضرب دي الناحيه الثانيه. دي المعادله الاصليه. طيب الكيو بنت بارز اللي انت عايز تشيلها 1.6، ده كده 1.6. الاريا بنت بارز اللي انت عايز تشوفهم كام سيخ؟ ساين السيتا زاويه التكسيح. لما اجي اكسح في المسائل بتاعتي كده قدامك حلين، دي السيتا ممكن تكون 45 درجه وممكن التكسيح هتكون على 60 درجة. امتى؟ على حسب ان انا هاجي اقسم الاسبان على الدبس. الاسبان بتاعنا مثلا بتاع الكاميرا هنا 11 متر على الدبس بتاع الكاميرا اللي هو 65. في حالة ان الرقم ده طلع اكبر من 7 45 درجة. في حالة ان طلع اقل من 7 اشتغل 60 درجة. يبقى دي طريقة حساب السيتا بتاعتي. جيت هنا حسبت السيتا، طبعا واضح الاسبان على الدبس اكتر، فهشتغل بسيتا 45 درجة. الـ F field هيبقى 3600 على حسب كل طالب عنده F field مختلفة، في ناس عندها أرقام تانية. الجاما ستيل 1.15 فاكتور اوف سيفتي، البي عرض الكاميرا 30، الدبس بتاع الكاميرا 65، وزي ما هو واضح بشتغل هنا بالسنتي في المعادلة، هيطلع 1.46 سنتيمتر مربع. الكلام ده اللي هو بيساوي لو حولناه طبعا فاي كام؟ احنا كنا شغالين فاي 25، فهو لازم يبقى نفس القطر اللي هو الحديد اللي انت مطلعه السفلي، ففاي 25 هتلاقيه مش طالع ولا حاجه، اقل من سيخ، اقل حاجه بتتكسح 2. يبقى انا اصلا كنت باخد السبعه اقول نصهم عدل ونصهم مكسح، وبالتالي النص المكسح اللي انا كنت عامله كان هيغطي لي الشيل. يبقى انا ملوش لازمه ان انا ازود ابعاد القطاع. لقيت ان الوضع الاساسي للمساله لو انت حاطط 5.8 مع على الاقل سيخين مكسح هيشيل لك الشير الزياده اللي موجود ده كده بالحسابات. يبقى انا كده المساله هتبقى سيف. بنفس الطريقه هتشتغل على الكاميرا بي 2 علشان تصممها وتشيك على الشير زي ما هو موجود في المذكره. وهندخل على جزء الرسمه دلوقتي اللي هي رسمه كاميرا زي ما كنا شرحناها قبل كده. ماشي، هنبدا نرسم الكاميرا بتاعتي بي 1. هرسمها بسكيل 1:50 لانها 11 متر، فمش هعرف ارسمها ب 1:25. هبدا ارسمها بالشكل ده. هبدا احط السبورت، طبعا هي كاميرا سنجل بيم، فادي العمود اللي بره. بعد كده اخد المسافه 11 متر يعني على اللوحه 22 سنتي، لان 1:50 احول لمتر اللي هو 11 واضرب في 2 فيبقى 22 سنتي. يبقى بالشكل ده كده هرسم بالمنظر ده. بالشكل ده كده ده 22 سنتي. وبعد كده انزل من الناحيه الثانيه العمود الثاني بالشكل ده. عرض العمود هنعتبر ان هو 30، فهذه كده 30 سنتي يعني 6 مللي، واجي الناحيه الثانيه 6 مللي. تخنت الكاميرا ديت كانت كام؟ كانت طالعه معانا 70، يعني بالسكيل بتاعنا 1.4 سنتي اللي هو حولتها لمتر 0.7.
وضربت في 2 يبقى 1.4. فوابدأ أوصل بالشكل ده بالشكل ده كده. يبقى أنا كده رسمت الخرسانة. ناخد بالنا أن أنا هسيب كفر من كل ناحية اللي هو 5 سنتي تقريبا، يعني سيب 2 ملي مثلا من كل ناحية. هبدأ أحط التسليح. التسليح بتاعنا كان طالع 7 فاي 25، طبعا هي سمبل بيم فالحديد كله سفلي، 7 فاي 25. ومن الشير كنا قلنا كم سيخ هيتكسح؟ 2 على الأقل. فأنا همشي نص عدل ونص مكسح، همشي 4 عدل، 4 أسياخ عدل من وش الكاميرا أو من وش العمود لوش العمود بالشكل ده، بالمنظر ده، من وش العمود لوش العمود وست كبر، همشي ده 4 وأعمل شلتر فوق بالشكل ده، وصل فوق. هناخد الكلام ده نفرده تحت، هيبقى بالشكل ده، بالمنظر ده كده. ده كده كام سيخ؟ هقول أشاور عليه وأقول ده 4 فاي 25. طيب فاضل 3 أسياخ، الثلاثة اللي يتكسح بسيب مسافة من هنا ومسافة من هنا. لو فاكرين في السوليد سلاب كنت بقول ناحية طرفية أو الهولو بلوك، ناحية طرفية إلا على 10، ناحية داخلية إلا على كام؟ على 5. أنا هنا دي ناحية طرفية ودي ناحية طرفية، فسيب من هنا إلا على 7 اللي هي 60 على 7، أو مش 60، الإسبان ده كله 11 متر، ده كده كله هنا، ده كده هنا 11 متر، فسيب من هنا 11 على 7 بعد ما اضربها في 2 للسكيل، واسيب من هنا 11 على 7 بعد ما اضربها في السكيل. طيب واحط الحديد بتاعنا السفلي من هنا لحد فين؟ لحد هنا، يبقى بالشكل ده، بالمنظر ده كده. وبعد كده يتكسح على زاوية، الزاوية كنا حسبناها لقيناها 45، ويمتد لحد فين؟ لحد الآخر، ويتكسح على زاوية 45 ويمتد لحد الآخر وينزل بالشكل ده. أخد الكلام ده هفرده تحت إسقاط من هنا، أدي لحد هنا بالشكل ده كده، هيجيلي السيخ كده بالشكل ده، ده الـ3 أسياخ الباقيين. يتكسح على زاوية 45 ويمشي لحد الآخر، يتكسح على زاوية 45 ويمشي لحد الآخر، ده كده 3 فاي 25. ده كده أول خطوة عندنا اللي هي خطوة المين رينفورسمنت، المين ستيل، حديد التسليح الأساسي. الخطوة الثانية بعد ما نخلص حديد التسليح الأساسي، طبعا لو جيت كتبت هنا أقول ده كده إيه، في المنطقة دي في 7 فاي 25 اللي هم قدامي دول، منهم 3 طلعوا 3 شرط كده، و4 كملوا 1 2 3 4. الخطوة الثانية حاجة اسمها السكندري رينفورسمنت. الحديد اسمه العلاقات. فايدة حديد العلاقات ايه؟ ما ينفعش تسيب منطقة زي دي فاضية. السبب ان انت في عندك دايما كنات، فانت منطقة زي دي ادي كانة وادي كانة تانية وفي حديد معدي كده، فالكنات هي اللي بحط عليها الحديد. طيب منطقة زي اللي هنا في النص هتلاقي في حديد تحت وفوق مفيش عندك ايه؟ حديد. فمعنى كده ان الكنات هتلاقيها حرة الحركة، فلازم احط كنات عشان اكون زي صندوق، زي صندوق كده، حديد فوق مع حديد تحت، فيبقى ايه؟ متماسك مع بعضه والكنات تقدر ايه؟ تثبت في مكانها. فهضطر احط حديد سكندري بيم، سكندري رينفورسمنت. قيمته بتساوي كام؟ هتساوي من 20 لحد 40% من الاريا ستيل اللي قدامها. شوف الرقم ده كام؟ 4 25 او 7 25. حولهم لسنتيمتر مربع واضربهم في 20% ل 40%، هيطلع معايا وليكن انا قلت 2 فاي 20 بالتقريب كده. اخدهم من اول هنا في المنطقه الفاضيه لحد هنا، وما تنساش ان هيحصل وصله في منطقه الضغط 40 الفاي، وفي منطقه الشد ما تقلش عن 60 الفاي، الفاي اللي هي الاكثر اللي هي 25. انا هوصل له لحد جوه كده ولحد جوه بالشكل ده، واخد الكلام ده هكتب عليه هنا ده 2 فاي 20، واخده افرده تحت كده 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 2 فاي 20. يبقى انا كده خلصت الخطوه الثانيه السكندري رينفورسمنت. طيب بعد السكندري رينفورسمنت هدخل على الخطوه الثالثه اللي هو الشرينكج رينفورسمنت، حديد الانكماش. ايه هو حديد الانكماش؟ حديد الانكماش قال لك ان القطاع الكاميرا بالشكل ده لما تزيد التخانه، التخانه بتاعتك زادت، طبعا في حديد فوق وفي حديد فوق كده وفي حديد تحت، كل ما التخانه زادت بتلاقي منطقه الخرسانه اللي في النص
كتير. ومن عيوب الخرسانة انها مع زيادة درجة الحرارة وانخفاضها بيبدأ يحصل لها تمدد وتقلص، فبيبدأ تلاقي يحصل شروخ في قلب الخرسانة. الشروخ دي بتضعف مين؟ بتضعف قطاع الخرسانة. طالما ظهر شروخ فالخرسانة ضعفت. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا ابدأ احط حديد في النص كمان علشان يقلل المسافات ما بين الاسياخ، وبالتالي هتلاقي يمنع حدوث الانكماش ويمنع حدوث شروخ نتيجة الانكماش. فبعمل الكلام ده امتى؟ قالك في حالة ان التي كانت اكبر من او يساوي 60 سنتي ابدأ حط حديد انكماش، هيبقوا عبارة عن سيخ لبره كده وسيخ لجوه كده، سيخين، فيبقى قيمته سيخين 2 فاي 12 على مسافات مش هتزيد عن 30 سنتي. يعني مسافة من هنا لهنا ما تزيدش عن 30، ومسافة من هنا لهنا ما تزيدش عن 30. فممكن تحط سيخين بس، ممكن تحط سيخين وتحتيهم كمان سيخين، علشان ايه؟ علشان تقسم المسافات. انا هبدأ احط صف واحد، هروح جاي حط صف واحد بالشكل ده كده. برسمه ازاي؟ برسم خط كده من الاول للاخر، وبروح اعمل له جنش من هنا وجنش من هنا، هعمل عليه خطين كده صغيرين ان هو ده سيخين وهو ده 2 فاي 12. عايز اتاكد ان المسافات ما زادتش عن 60. لو خدنا ده كلها كانت 70، اطرح كفر 5 وكفر 5 بقى كام؟ بقى 60. 60 دي قسمتها على مسافتين، بقت المسافه دي 30 والمسافه دي 30، يبقى المسافات ما زادتش عن 30. معنى كده ان لو المسافه دي كانت 75 تي، كنت هضطر مش احط خط واحد، احط خط واحط خط تاني. طبعا المسافات لازم اقسمها ايه؟ بالتساوي. يعني دي قد دي، المسافات دي لازم بالتساوي. يبقى احنا كده خلصنا تالت حاجه اللي هو حديد الانكماش. طيب رابع حاجه الستيرفس، الكنات. احنا قلنا مثبتين الكنات كانوا كام؟ 5 فاي 8 على المتر الطولي. تعال خد 1 متر بالسكيل بتاعنا 1 ل 50، هتروح جاي راسم خط كده هنا وتسيب مسافه طبعا من هنا لهنا من الحديد السفلي للعلوي، وتسيب مسافه 1 متر اللي هي 2 سم، واحط كام؟ 5 شرط، 5 كنات، 1 2 3 4 5، شاور عليهم واطلع فوق وقول دول 5 فاي 8 على المتر الطولي. كده احنا خلصنا السكشن اليفيجن، وما ننساش نكتب تحتيه السكيل 1 ل 50، واكتبوا البيانات زي اللوحه ما هي موجوده معاكم. طيب الخطوة الأخيرة بقى بعد ما عملنا الكلام ده، محتاجين نرسم كروس سيكشن أو قطاع. تعال ناخد قطاع في النص هنا كده، هروح جاي مشاور عليه اللي هو اللي تحت كده، واكتب ده كده سيكشن 1 1. تعال نرسم سيكشن 1 1، هرسمه بسكيل 1 ل 10، يعني حول المتر واضرب في 10. طيب تعال نرسم السيكشن ده. هبدأ أول حاجة آخد جزء من البلاطة، ده بيعمل زي تي سيكشن، فجزء بلاطه كده واخد جزء كده جزء كده. طيب تعالى نرسم بقى تخانه الكاميرا. تخانه الكاميرا كام؟ احنا قايلين التخانه دي كلها كانت 70 سنتي، ف 70 سنتي هيبقى بالسكيل بتاعنا حول لمتر يبقى 0.7، اضرب في 10 يبقى 7، يبقى ارسمها على اللوحه كام؟ 7 سنتي، اللي هي نازله تحت كده وزيها هنا 7 سنتي. طيب عرض الكاميرا دي كام؟ العرض بتاعنا ده 30، والتخانه دي كلها 70، لازم تكتب الدايمنشنز في اللوحه، والتخانه دي 10. طيب نبدا نحط الكانه. هبدا احط الكانه اللي جوه، كانه فرعين بالشكل ده. طبعا يا جماعه الكفر اللي تحت مش زي الجناب، يعني الكفر ده قد ده، لكن اللي على اليمين والشمال ده ماله؟ بيبقى اصغر، مش قد بعض، ده قد اللي فوق لكن ده مش قد ده. يعني لو ده قلنا 3 مللي ده 3 مللي، ده هيبقى ايه؟ 1.5 1.5 مثلا، حاجه صغيره. نبدا نحط التسليحه. انا في السكشن ده في المنطقه اللي تحت دي في كام سيخ؟ اهو هم 7. لو نزلت لتحت هتلاقي ادي كام؟ 4 و3، 7 اسياخ. همشيهم ازاي؟ زي ما اتفقنا، اقصى عدد اسياخ في الصف ان ماكسيمم هيساوي بي ناقص 2.5، لو عايز تحسبها، على فاي زائد 2.5. بي اللي هي 30 ناقص 2.5 على الفاي اللي هو القطر 25، يعني 2.5 زائد 2.5 يطلع منك هنا ايه؟ اكتر عدد اسياخ في الصف. او ممكن نقول ايه؟ ما تزودش عن 4، لان ده فاي 25، خليها ما تزودش على 4. فهيبقى 4 اسياخ كده، ادي سيخ، ادي 2، ادي 3، ادي 4، واخد تخانه كده واحط 3، 1 2 3.
ما ينفعش احط السيخ الثاني فين؟ في النص هنا. قلنا لازم كل سيخ يبقى تحتيه سيخ، ودي حته مهمه، فيبقى هنا بالشكل ده، واكتب واقول ده 7 × 25. طيب فوق هنا في عندك كام سيخ؟ في عندك سيخين، فيبقى هنا فوق عندنا في 2، واكتب 2 × 20 العلاقات او حديد السكندري بيم. طيب في النص، وانا واخد الخط الاقطع طبعا، حديد الانكماش ده والكنات مش بيتفردوا، اللي بيتفرد المين والسكندري بيم بس. في النص وانا قطعت ده، قطعت حديد الانكماش، هيظهر لي في النص كده سيخين 2 × 12. طيب عايز احط قفل الكانه، المومنت الشد تحت والضغط فوق، يبقى قفل الكانه كده هنا، المومنت بالشكل ده. يبقى من هنا خلصنا الكروس سيكشن، يبقى ده كده شكل المساله بتاعت. طيب في حاجه تانية، ممكن واحد يجي يرسم البلان بتاعنا مع المساله زي ما هو واضح في الرسمه او في اللوحه اللي هتلاقوها عندكم. البلان بتاعنا هيبقى عباره عن ايه؟ زي ما اتفقنا احنا، البانل دي بي مكونه من سقف سوليد سلاب بواكي، تحتها كمرات بانل دي بيمز، تحتها ايدج بيم. انا خدت بانل دي بيم رسمتها. طيب بالنسبه للبلاطات سوليد سلاب عاديه، انا ممكن بدل ما ارسم زي المره اللي فاتت نص الحديد عدل ونص الحديد مكسع، هتيجي بس تاخد كل باكيه زي ما هتلاقي في اللوحه، خطين وخط، خطين في الاتجاه القصير وخط في الاتجاه الايه الكبير بالشكل ده كده، وتعمل كل البلاطات بالمنظر ده. هتقول لي ده 5 × 8 على المتر الطولي، وده 5 × 10 او 5 × 8 على حسب، كنا خليها 5 × 10 على المتر الطولي، وتعمل دايره كده وتقول لي اتخانه 10 × 10 زي ما هو موجود في اللوحه اللي في المذكره عندكم. هتعمل كل البواكب بالشكل ده، يبقى انت كده عندك رسمه بلاطه البانل بيم، ومعاها رسمه قطاع الكاميرا البانل بيم. مش مطالب منك ان انت ترسم الايدج بيم لانها كاميرا عاديه خالص.